حضرتك طبعا منور، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي على بطوله الدوري، وان شاء الله كده تبقى فاتحه خير علينا في افريقيا وكاس مصر وبطولات كتير باذن الله الفتره الجايه باذن الله. يا رب باذن الله. ليك مقدمه او في اي مع كلمه هي دي؟ هي بطوله الدوري ديت، يعني الدوري ده اصعب دوري من وجهه نظري انا عشرته او في تاريخ النادي، يعني في تاريخ النادي تحديدا. ليه؟ الدوري دوت يعني ايه، لغى مقولات كتير قوي صراحه. يعني اولا مقوله مثلا النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، النادي الاهلي اتعرض لظلم تحكيمي كبير جدا في الموسم ده. مقوله الاهلي نادي الدوله اللي كنا بنسمعها الموسم ده تحديدا نفى المقوله دي. مقوله النادي الاهلي بيكسب دايما عشان هو اغنى نادي في مصر. الناس صرفت مليارات مليارات المليارات وبنوا انديه وعملوا تحالف وي وفي الاخر برضو الاهلي هو اللي اخذ الدوري. فيعني كل حاجه بتاكد ان الاهلي فوق الجميع فعلا. ويعني في مقوله كده انا بحب دايما ان اقولها، يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله بيعيش الوهم او الحلم وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي بياخد الدوري. ده ملخص الدوري المصري يعني. ودي اجمل حاجه جمهور الاهلي دايما مسلم بيها وعارف ان في النهايه في تحدي انك تفوز باللقب المحلي، وده بيبقى بدايه للبطوله الافريقيه في الفتره القادمه.